اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند ترند، الفقره النهارده هتكون مخصصه فقط عن الكره الافريقيه لان خلاص احنا داخلين في احداث مهمه جدا وكلنا شايفين الساحه الرياضيه على مدار اسبوعين لا حديث سوى عن مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا والقرارات اللي اتخذها الاتحاد الافريقي والموقف الرسمي للنادي الاهلي خلال الفتره الاخيره، قبل ما ادخل في التفاصيل والكواليس اللي معانا لان النهارده عندنا كواليس مهمه جدا مش كلام ده هيبقى مستندات الكاف اعلن النهارده ان خلاص نهائي دوري ابطال افريقيا تحدد رسميا يوم الاثنين 30 مايو الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره على مركب محمد الخامس في كازابلانكا وتم تحديد ايضا نهائي الكونفدراليه يوم الجمعه القادم الجمعه القادمه ان شاء الله يوم 20 مايو الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة لقاء الفائز أو لقاء أورلاندو بايرتس بطل جنوب إفريقيا مع نهضة بركان بطل المغرب وده النهائي اللي هيتلعب في نيجيريا يوم الجمعة القادم إن شاء الله الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة فخلاص الاتحاد الإفريقي أعلن رسمي توقيت ويوم وملعب المباراتين سواء نهائي كأس الكونفدرالية يوم 20 مايو ونهائي دوري الأبطال يوم 30 مايو وطبعا دي مواعيد مختلفة تماما عن اللي كان حاططها في الأجندة، كان قايل الأجندة 22 كونفدرالية 22 مايو وأحد أيام 27 أو 28 مايو دوري الأبطال، لكن يبدو أن رئيس الاتحاد الإفريقي مشغول بدعوة الحضور أو لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا، فالراجل يعني قال لهم إيه أجلوا نهائي أفريقيا شوية عشان مش فاضي، فتأجل لغاية يوم 30 مايو. طيب